مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم. بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. لا شك أنه التعليم له أهمية كبيرة، وهالأهمية للفرد وللمجتمع يلي بتشمل العديد من الجوانب، مثل امتلاك المهارات اللازمة للإنسان. فالطفل بيحتاج للعديد من مهارات الحديث والكلام والتواصل وغيرها من المهارات، غير أنه التعليم هو امتلاك المعرفة يلي بتحقق لنا فوائد بجميع جوانب حياتنا. وهالمعرفة أكيد ولا شك أنها كنز من الكنوز. مشان هيك مشاهدينا بيسرني استقبل هند المزين، منسقة برنامج السنوات الابتدائية بالإيستوود انترناشونال سكول، لتحكينا عن ميزة هالبرنامج وتطبيقه بهالمدرسة العريقة. صباح الخير هند، وأهلا وسهلا فيك بمريم تي في. صباح الخير ريتا، وصباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك، نورت الاستوديو. شكرا. بالبداية هند، خبرينا أكثر شو المقصود ببرنامج السنوات الابتدائية. أوكي، برنامج السنوات الابتدائية هو برنامج من عدة برامج، من أربعة برامج بتقدمها البكالوريا الدولية. هو برنامج جدا مرن، بيتيح للمدرسة الفرصة أنه تدمج بين المنهج الوطني أو المبادئ الموجودة بالمنهج الوطني والمنهج الدولي. هلأ في عدة عوامل كتير مهمة لا يكون هيدا البرنامج ناجح وتطبيق هيدا البرنامج تكون ناجحة، من بيناتها المعرفة، معرفة التلميذ، المهارات اللي بيطورها التلميذ، ومثل ما قلتي بتخلي التلميذ يواجه جميع القضايا اللي ممكن يواجهها. صحيح. بالقرن 21. ملامح المتعلم، مثلا نحن بنطمح انه المتعلم يكون متسائل، مفكر، مطلع. كمان هيدا عامل من العوامل للبرنامج. اكيد نحن بنطمح كمان انه التلميذ يكون متصرف او بياخذ موقف، لانه العلم بالنتيجة المعرفة والعلم لازم يوصلوا للتلميذ أنه ياخد موقف معين. وأخيرا وليس آخرا المفاهيم، واللي هي مننطلق فيها بالتخطيط. والمفاهيم جدا مهمة، لأنها بتخلي التلميذ مش بس يطبق المعرفة أو المعلومات اللي عم بيكتسبها بالموقف اللي هو موجود فيه، بل بمواقف متعددة بالحياة. قديه مهمة هيدي هند اللي عم تقوليها، لأنه قديه بتعطيه هيك سلاح قوي للطالب. مثل ما قلتي، مش بس كل شيء أنه يعرفه بالكتاب أو يحفظه، ولكن يطبقه بالحياة ويكون عنده ديسيزيونات معينة لإلها بياخدها الطالب. يعني يعطيكم العافية على هالمجهود وهالبرنامج الحلو الفريد من نوعه. كيف بيكون عادة التعليم ببرنامج المرحلة الابتدائية؟ أوكي، أكيد في عدة إطارات وفي عدة محاور، بس رح أذكر أهمها. أول شيء منركز على التلميذ، أهم شيء المحور الأساسي هو التلميذ. كرمال هيك منطور عدة أساليب كرمال نوصل للتلميذ، وكرمال المعلومات توصل والمفاهيم توصل للتلميذ. ومثل ما بتعرفي ريتا أنه مش كلنا بنتعلم بنفس الطريقة. صحيح. كل تلميذ عنده طريقة معينة هو بفضل أو بحب، ومش بس بيفضل وبحب، وكمان بيكتسب فيها المعلومات بطريقة أعمق وبطريقة أحسن. سو كمان منطور عدة أساليب تعلمية. في عنا كمان المجتمع التعلمي. المجتمع التعلمي، التعلم والتعليم مش بس التلميذ، مش بس المعلم، كمان في الأهل اللي هن بيكونوا منخرطين بالبروسس التعلمية. كمان في الإداريين، في المجتمع المحيط بالمدرسة. سو كلنا مع بعض بنعمل مجتمع تعلمي. حلو. يعني قد ايه حلو هند، وقد ايه كمان بنسمع كثير انه المحاور المتجاوره للمواد الدراسيه ببرنامج السنوات الابتدائيه. يمكن واحد اذا بده يسمعها هيدي الجمله بيقول انه شو عم ينحكى. اذا فيك تخبرينا هند شو المقصود منها. اكيد هي محاور بتتعدى المواد الدراسيه، بس بيكون فيها المواد الدراسيه. هي فيك تفكري فيها كوحدات بحث. بتتخطى المكان وبتتخطى الزمان، كرمال هيك فينا نطبقها بأي زمان وبأي مكان، وكرمال هيك بتتطبق بجميع أنحاء العالم. مثلا عنا
كعناوين كيف نعبر عن أنفسنا؟ من نحن؟ أين نحن من الزمان والمكان؟ ضمن هيدي المحاور بيكون في فكرة مركزية وبيكون في خطوط بحث. من الفكرة المركزية وخطوط البحث ويتاكل، يعني منستهدف المنهج أو المواد التعلمية، علوم، رياضيات، لغة إلى آخره، ومنستهدف مواد خارج إطار هيدي المواد التعلمية، مواضيع بتهم التلميذ، مواضيع موجودة بالمجتمع، قضايا موجودة بالعالم. كرمال هيك التلميذ بالآخر هي ديفلوبس او بيتطور ليصير عنده عقل دولي. وهيد او اذا فيني اقولها بالانجلش انترناشونال مايندنس، هو شيء كثير مهم، لانه لازم بهيدا الوقت اللي نحن فينا اللي نحن فيه هلا انه التلميذ او يكون عنصر بناء بالمجتمع وعنده يكون عنده عقل دولي يتقبل الاخر وافكار صحيح. الاخر. يعني هيدي الميزه بهالبروجرام جدا رائعة، وخاصة بتفتح له أفاق للتلميذ أنه يكون بمستوى عالمي ودولي. وشو هي أبرز ملامح المتعلم ببرنامج السنوات الابتدائية هند؟ أوكي، مثل ما قلت قبل، عنصر من العناصر الكتير مهمة هي ملامح المتعلم. ونحن منخطط، يعني مش أكيد في إشياء بتجي spontaneously، بس نحن منخطط لنشاطات ومنخطط لأهداف كرمال المتعلم يكون متسائل، ما يخاف أنه يسأل، يكون مفكر، يفكر بالمعلومات اللي بتوصل لعنده، متأمل. وهي ميزة كتير مهمة أنه التلميذ بس يفكر هو بشو عم كيف عم بيتطور، شو عم بيتعلم، كيف بيقدر يستعمل المعلومات اللي عم توصل له بالحياة العادية، مجازف، ما يخاف أنه يجرب فكرة جديدة أو يجرب experiment أو يكتشف شيء جديد. متسائل إنه ذو مبدأ، يعني يكون عنده مبدأ، مهتم، يهتم بحاله، يهتم باللي حواليه، يهتم بالقضايا الموجودة بالمجتمع، وأكيد متوازن. أكيد بنطمح إنه التلميذ يكون متوازن بأفعاله، متوازن بأكله، بنشاطاته، بقريته، بأخلاقه، بجميع الأصعدة. نعم. طيب هلا نحن شفنا هالبرنامج قد ايه مهم، وفعلا برنامج يعني فريد من نوعه، انا اول مره بسمع فيه. حبيت انه عم بتضوي عليه بهالطريقه، لانه ما بيشبه البرامج التقليديه الموجوده ببعض المدارس. شو دور المعلم خاصه ببرنامج السنوات الابتدائيه؟ مثل ما قلت ريتا، ما عنده دور تقليدي. ديفينتلي الاستاذ او المعلم ما رح يكون عنده دور تقليدي، يعني نو واي تصير انه يوقف المعلم بوجه المتعلمين ويلقي محاضره والتلاميذ ينقلوا وبعدين يعطيهم اسئله مغلقه يجاوبوا على هيدي الاسئله. هيدا اكيد ما بيصير. المعلم هو مسهل، بيسهل العمليه التعلم وبيحضر نشاطات كرمال التلميذ يحب المعرفة، يكون متشوق إنه للمعرفة. هو كمان محرض، بيحرض التلميذ ليكتشف أكثر، ليعرف أكثر، ليعمل ريسيرش أكثر. كمان متأمل، كيف التلميذ متأمل. سو كمان ملامح المتعلم موجودة عند الأستاذ. بيتأمل بالعملية الدراسية، بالنشاطات، موثق. وهيدا شيء كتير مهم أنه نوثق تطور التلميذ من أول ما بلش، بعدين كيف تطور، شو حقق، شو لازم يحقق. وهو باحث. مش غلط الأستاذ أو المعلم يقعد مع تلاميذه ويبحث عن معلومات. يمكن يعني مش غلط المعلم يقول انا ما بعرف، بدي ادور انا وياكم. بالعكس، هيك بيكون بفرجي التلاميذ والمتعلمين قديش مهم نقول انه ما بنعرف وبدنا نبحث وبدنا نلاقي الجواب.
صحيح، يعني مثل ما قلتي قد ايه مهم انه ميزه الاستاذ يقول اوقات انه ما بيعرف، لانه ما في انسان كامل وبيعرف صح. كل الاشياء الموجوده بالحياه، ولكن دائما الانسان متعطش للعلم، دائما قد ما يكون متعلم واصل لدراسات عليا او دكتوراه بضل ناقصه ببعض المحلات اشياء يمكن هو بيجهلها وما بيعرفها. يعني انا هيك خلاصه عن هالبروجرام كثير حبيته، اكيد المشاهدين رح يحبوه كمان لانه مثل ما قلنا منه تقليدي ابدا، وبالعكس بيساعد التلميذ على انه يفكر اكثر، يكون عنده حافز اكثر لحتى يوصل لمراحل كمان منا تقليديه، ممكن يوصل لمراحل دوليه. هند هلا انت عندك كثير تلاميذ اكيد، ويمكن يكونوا عم بيشوفوك يمكن يكونوا بالصف، شو بتحبي توجهي لهم؟ تحية لتلاميذك، شو بتقولي لهم هيك رسالة منك؟ أول شيء أكيد بقول لهم باسمي وأكيد باسم كل المعلمين بالمدرسة وكل الإداريين إن نحن بنحبهم كثير 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 كثير، وبنتمنى لهم النجاح بكل المراحل اللي هن عم يقطعوا فيها ورح يقطعوا فيها. وأكيد أكيد بهيدا البرنامج رح يطوروا المهارات والملامح اللي رح تخليهم يكونوا ناجحين بالمستقبل. طيب بدي اسالك بعد سؤال هيك واحرجك فيه، بتحبيهم لتلاميذك؟ اكيد اكيد بتحبيهم اكيد كثير. ونحن كمان عم نحبهم، هن الجيل دائما الصاعد، والتلميذ هو مستقبل البلد دائما. صحيح. عن جد، وبتشوفي هالتلاميذ اوقات خاصه بهيدا الجيل قد ايه بتحسي انه في تلاميذ مفكرين وتلاميذ عندهم طموح، يعني بتحسي غير الجنراسيون يلي قطعت قبل. والجهود الاكبر هي لالكم اكيد، للمعلمات، للمدارس العريقه يلي عم تبتكر هيك نوع من البروجرامات لحتى تطور من ذهن الطفل وتطور من ثقافته وانخراطه بالمجتمع. صحيح. يعني اكيد هند المزين منسقة برنامج سنوات الابتدائيه بالايستوود انترناشونال سكول، اكيد انا بدي اشكرك باسمي وباسم مريم تي في على كل الجهود اللي بتقوموها مع التلاميذ وعلى جهودكم، وبنتمنى لكم كل التوفيق والتالق. انا بدي اشكرك كثير ريتا، واكيد بدي اشكر مريم تي في لانه عم بتسلط الضوء وبتضوي على قضايا كثير مهمه. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شرفنا، اهلا وسهلا. مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، ولكن رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.